جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. إنه قبل ولادته يبشر النبي به. من هذا الصحابي الذي بشر النبي به قبل أن يولد؟ جاء النبي إلى أمه فقال: أبشري بغلام فإنك حامل. قالت: وكيف هذا؟ كيف هذا؟ ما كانت تتوقع أنها تكون يعني. قال: أبشري. من؟ إنه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي. لما ولد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له، ثم قال لأمه: اذهبي به فلا تجدنه كيسا، يعني مو أي إنسان، هذا راح يكون ذكي، راح يكون فطن، راح يكون صاحب يعني ميزة هذا الصبي. وفعلا ما إن شب الطفل شيئا قليلا وهو صغير، عمره سنوات 7-8 سنوات، إلا ويخالط النبي ويحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسه حتى امتلأ صدره بالقرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله جل وعلا يقول: هذا القرآن مو في المصاحف وبس، لا، هذا القرآن في الصدور قبل ما يكون في السطور، في صدر من؟ ابن عباس. ما من آية إلا ويعلمها، يتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخالطه ويمسح على راسه ويدعو له. مرة قال له: اللهم علمه الحكمة. ومرة دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والرسول إذا دعا استجاب الله له. رآه النبي يوما من الأيام فإذا به يأتيه، قال: يا غليم، وفي رواية قال: يا غلام. شوف الطفل الصغير كم عمره، يمكن عمره 9-10 سنوات، قال: يا غلام أو يا غليم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث الأمة الإسلامية اليوم وينها عنه؟ اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شوف الإيمان بالله، شوف التوكل على الله، خل قلبك معلق بالله، وصبي صغير لكن يفهم ويعقل، ليس كغيره من الصبيان. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإذا بابن عباس يعلم ويتعلم ويحفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا كثيرا، يتعلم السنة، يتعلم القرآن، كل آية يسأل الرسول، كل آية يسمع: ليش هذه الآية نزلت؟ وين نزلت هذه الآية؟ شوف بعض الناس الآن يمكن عمره 50-60 سنة في الإسلام، تسأله عن جزء عما ما يعرف، صح ولا لا؟ بعض الناس لو تسأل عن إن شانئك هو الأبتر ما يعرف في من نزلت ولا شنو معناتها. ولو تسأل عن بعض السور الفلق، شنو الفلق؟ شنو الغاسق إذا وقب؟ شنو النفاثات في العقد؟ لرأيت الدكاترة يقولون لك: ما ندري. وهذا الصبي الصغير يتعلم القرآن، وأي علم هذا؟ ابن عباس لما كبر، طبعا تدرون كم عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمره 13 سنة وحول علم، عمره 13 سنة لما مات الرسول. وكم حديث عن ابن عباس عن رسول الله؟ يا الله، شوفوا هذا الصبي العاقل. لما كبر كان يقوم الليل، كان شديد في قيام الليل ويطيل في عبادته، وكان لأن تعلم من الرسول. كان أحيانا يبيت في بيت خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يبيت عندها عشان يتعلم من الرسول صلاته، وكان أحيانا لما يقوم الرسول يقوم معه. شوفوا العابد، شوفوا الطالب الصغير. يوم من الأيام شاف الرسول فصف عن يساره، فأخذه النبي ووضع عن يمينه يبي علمه وين يوقف، فاستحى ورجع. قال الرسول بعد الصلاة: ليش رجعت؟ قال: استحيت يعني رسول الله، أنا عندك يعني أوقف جنبك، مع أنه مفروض يقف بجنبه. لما كبر كان يقوم الليل، وكان إذا مر على آية فيها وعيد أو وعد بكى، يقولون صلى، فإذا به يبكي عند قول الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إذ أبي ابن عباس يبكي رضي الله عنهما، هكذا هكذا القلب الذي امتلأ. ترى القرآن مو بس نقرأ، القرآن لازم نفقهه، لازم نتعلمه. بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم شو يسوي؟ صغير كان يذهب إلى بيوت الصحابة، قال حق واحد من الأنصار ايش رايك الرسول مات، خلنا نتلقى من الصحابة. قال كبار الصحابة موجودين، من روح يأخذ منك أنت؟ فإذا بالأنصاري يترك، وابن عباس اجتهد، فصار ابن عباس كل الصحابة يرجعون إليه. كان يجلس في وقت الحر عند بيت واحد من الصحابة يبي يسأله سؤال بس حديث واحد، فيجلس عند باب بيته وحر وهوى وسموم وغبار وهو جالس عند باب بيته بس ينتظر يطلع، ما يطق على الباب من الأدب، ينتظر حتى يطلع فيقول له ما الذي أجلسك يا ابن عمي رسول الله؟ يقول جئت أسألك عن حديث. يقول لي ما لم تطرق الباب؟ قال لا، شوفوا الأدب، أدبه مع من يطلب العلم منه، شوفوا الأدب. يقول فيخرج الرجل يقول نحن نأتيك يا ابن عمي رسول الله، فيقول ابن عباس لا، العلم هو الذي أتاه، الله أكبر. فيتعلم العلم ويصبر ويثني الركب، يأخذ من عائشة، يأخذ من فلان، ويأخذ من فلان، ويتعلم العلم من أكابر الصحابة، حتى صار وتحققت فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يوم من الأيام يقول أحد الصحابة أو أحد التابعين يقول رأيته يخطب فينا خطبة الجمعة. بما خطب؟ يقول يفسر بعض الآيات من سورة النور، تفسير سورة النور على الخطبة. يقول الرجل بعد أن انتهى ابن عباس من حديثه يقول والله ما سمعت كلاما مثل كلام هذا أبدا، بحياتي كلها ما سمعت مثل هذا الكلام. ثم قال الرجل قال والله لو سمعت كلامه الروم وفارس والترك لأسلموا جميعا. يقول هذا الكلام ما يسمع كافر إلا ويسلم. ولهذا أرسله الإمام علي لمن؟ للخوارج. ليش أرسله للخوارج؟ يقنعهم، كان صاحب حجة، صاحب علم غزير، ترجمان القرآن، حبر الأمة. كانوا 8000 واحد جالسين في مسجد، وكلما سألوه سؤال رد عليهم، وكلما سألوه سؤال رد عليهم. تدرون كم طلع؟ طلع من 8000 4000 واحد تراجعوا وصدقوا كلامه واقتنعوا بحديثه. إنه من؟ إنه ترجمان القرآن، ليس أي إنسان. العلم يجري على لسانه، هو البحر وهو الحبر في نفس الوقت. إنه العالم الفقيه صاحب التأويل. في الليل قيام وفي النهار صيام. يوم من الأيام كان مسافر في سفر، فجاءوه وقالوا له يا ابن عباس يا ابن عباس. قال ما الخبر؟ قالوا مات ابنك، ابنك مات، نزل من دابته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم صلى ركعتين وقال فعلنا ما أمرنا به ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سجل مصيبة كبيرة، ولده مات، لكن القلب الذي كل قرآن ما يهتم ولا يبالي. صج تضايق ويحزن، قد تدمع العين لكن ما يرد قضاء الله ولا يجزع، هو مؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا مباشرة فعلنا ما أمرنا به ربنا صبر وصلاة. هذا ابن عباس حياة كلها قرآن، ولهذا ما تجد آية في القرآن إلا قال ابن عباس. وإذا قال ابن عباس في آية من الآيات قف عند كلامه. كل الصحابة لما سمعوا إذا جاء نصر الله والفتح فهموها على ظاهرها، وهي على ظاهرها لكن لها معنى ثاني أيضا.
شنو المعنى؟ سأل عمر بن عباس ما معنى هذه السورة؟ قال هي نعي لله لرسوله، الله ينعى رسوله أنك راح تموت. هل فهمت بهذا من السورة؟ فهمها ابن عباس، فسبح بحمد ربك واستغفر، والإنسان يستغفر في نهاية العمل خلاص. وعلم النبي هذا كما علمه ابن عباس. كبر ابن عباس وذهب بصراح وصبر وتحمل، لكن قلبه كان بصيرا وتوفي. يقول الصحابة وهم يدفنونه ويدخلون في القبر، يقولون شفنا مثل الطير أول مرة نشوفه بحياتنا دخل معه في القبر واختفى، ما ندري شنو، الله أعلم. يقولون وبعد أن أنزلناه في القبر سمعنا تاليا للقرآن وما حد فينا يقرأ، ما كان في واحد يقرأ، سمعوا آيات صداها. ما هي الآيات التي سمعوها؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خاتمة لشخصية غريبة عجيبة، حق لها أن تكون لابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. حلقتنا القادمة أيضا جميلة، كل حلقاتنا عن شخصيات عظيمة. صحابي جليل، هذا الصحابي لما مات اهتز له عرش الرحمن، الله أكبر. من هذا الصحابي الذي حكم في بني قريظة بحكم الله ورسوله؟ الرسول يقول الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله. من هذا الصحابي الذي حملت الملائكة جنازته؟